السلام عليكم. قبل بداية الفيديو صور الشاشة وضيفني سناب، وإذا حاب تشتري تظليل متوفر دفعة جديدة من التظاليل، موجود 01 و02 و03 والشفاف و00 أسود خفيف، والدرجات كلها مسموحة من المرور بطريقة استخدام صحيحة، يعني مثلا 01 على جميع الجوانب مسموح، الشفاف على كامل السيارة مسموح، 00 أسود خفيف على كامل السيارة ما عدا الأمامي مسموح، 02 مسموح فقط على البيبال الخلفية والجوانب اللي ورا البيبال الخلفية، و03 مسموح على البيبال الخلفية والجوانب اللي ورا البيبال الخلفية. للطلب ارسلي واتساب، رابط الواتساب حقي تحت في الوصف. يوجد شحن لجميع المناطق ويوجد توصيل داخل الرياض، وخليكم مع الفلوق. السلام عليكم. من تشاليح الرياض تشليح الحاير، ما شاء الله تبارك الله، شوفوا ايش لقيت. ما شاء الله تبارك الله يا الديناصور، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. السيارة بدون حمولة وزنها 5100 كيلو، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك الرعية. إذا ماني غلطان ذي كانت معروضة للبيع، وأذكر أني كلمته وقال حدة فيها 120,000 ريال. تستاهل والله تستاهل، لكن وين وين 120,000؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك الرعية، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. أتوقع نص داون، يعني مو فل داون، يعني الهيدروليك ما ينزل كامل، ينزل نص، الفل داون غالي مرة، الله يبارك له. بس لكن حالاته غير عادي، بس غير تماتيك، بس ما عليك، غير تماتيك هافي ديوتي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يا أخ، لو عندي قيمتك. ما شاء الله، الله يبارك له، الله يبارك له، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه ما شاء الله، والله تخيل نفسي عليه، ما شاء الله، الله يبارك له. طبعا هذا F550. طبعا ما شاء الله هذا الموديل من 2011 الى 2016، ما شاء الله تبارك الله، وهذا اخر F550 البدي يكون حديد بالكامل، اقصد الغمارة. بعد ال 2016 جاء موديل 2017 وصار البدي ألومنيوم بالكامل، إلين الآن في 2022 البدي ألومنيوم بالكامل. ونشوف لنا بعض المقاضي في تشاليح مول، نقضي أغراض المركز، نشوف الأشياء اللي يحتاجها. لا في تفتفة من حساس فلتر الهواء، فيه مشكلة نبي نضبطه، نغير له واحد جديد، وحساس السرعة بعد. ما شاء الله، هذا تشليح فوردات، شو البوليسي دورية، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، كلها فوردات. أوه إيش هذه الضربة الغريبة، مشقوق شق، كلها فوردات. شوف ذا جناح، ما شاء الله ما شاء الله. أوه يا صدمة، أعوذ بالله، الله يكفينا شر الحوادث يا شيخ، يا ساتر، كلها فوردات كلها فوردات، ما شاء الله. اكسبلور فيكتوريا، ما شاء الله. هذا شلون جاي جراند ماركيز ومركب اسطبات فيكتوريا، ما شاء الله، ذي كلها مكاين فيكتوريا، كلها مكاين فورد. اللي ورا ما شاء الله كلها مكاين فورد، ما شاء الله. كلها مكاين فورد. طبعا التوظيف اطلق من المستخدم، المستخدم بيمشيك فترة وانتو حظك، يعني يا يكون مضبوط يا يكون تعبان. شوف القيور بعد، دبات تلوث. الفوردات الموديلات الجديدة يا حظكم تلقون قطع اكثر واسرع من الموديل اللي عندي، ولا دبة التلوث في الموديل اللي عندي اغلى من الموديل الجديد. شوف القيور ما شاء الله، هذا الحساس
بس هذا مغبر مره ما خوفك مو شغال؟ لا شغال هذا السر اللي شغال ما في تفتفه يعني ولا شيء. يلا توكلنا على ناخذ الحساس هذا ونقول بسم الله. انا ماسك الكبوت ما عليك. هذه الحديده. ايوه حساس السرعه تقول لي في الجير. طيب ما عندك جير مفكوك؟ والله لقيت تشريح كله جير مفكوكه بس حق موديلات ال 2009 وفوق. عندنا حديث عندنا لكن ما عندنا 99. طيب حساس الجير حساس السرعه هذا القاف في قطع الغيار. قطع الغيار. انا جاي من الدمام، الدمام ما في هناك مره. حساس السرعه ان شاء الله التفتفه هذه نخلص منها. والله امس معبي السياره بنزين ب 90 ريال واليوم خلص تخيل. مشاوير مره مو كثيره بعد. ناخذ فرع التشليح ونرجع لك. الله يسلمك. شوف هذا فورد فوكس، انا لقيت فوكس كثير والله هنا. طبعا الحساس يبغى يعطيني اياه ب 100 ريال بس احاول اني خليه ينزل لنا من السعر. والله كثير من المتابعين يزعلون ليش ما احط لهم الرقم والموقع. والله يا شباب ما لقيت تشليح كفو اقسم بالله. يعني ما حد يقدرك، لا راعي معارض سيارات ولا راعي تشليح سيارات، يبيك تصور لبلاش وتمشي. طيب صورت لك بلاش وجوك ناس شروا من عندك وحققت لك مبيعات 20,000 من مقطع وصل 100,000 مشاهدة. طيب أنا إيش تخليني أطلع بدون فائدة يعني؟ عشان كذا ما أحط أرقامهم الصراحة. هذا الحساس أخذناه ب 100 ريال. صدقون هذا يختلف كأنه مو أصلي، هذا أصلي. شد بلده. وهذا تجاري. أوكي. السيارة أنا شاريها كذا. يلا نقول بسم الله وإن شاء الله التفتفة تروح. غيرت صفاية بنزين، غيرت طرمبة بنزين، غيرت البوابة حقت التروتل مع الحساس، غيرت بواجي، نظفت بخاخات، غيرت صوفة جير خلفية. يعني في أشياء غيرتها ما لها دخل في التفتفة، وفي أشياء غيرتها يعني أغلب الأشياء اللي غيرتها اللي تسبب تفتفة، ومع ذلك التفتفة باقي موجودة. وإن شاء الله الحين خلاص تكون راحت التفتفة بعد حساس فلتر الهواء. لا حتى هو يسبب تفتفة بس كنت مو مهتم فيه لأنه ما توقعت يسبب تفتفة، بس يوم سألت بعد ما فحصت قالوا ذا يسبب تفتفة. ديو الشارع هنا معدوم، خلونا ندور. التفتفة موجودة. يا ليل يا ليل، والله تعبت. ابي اعرف التفتفة ذي من ايش، ابي اعرف التفتفة ذي من ايش. هذا الاول نفس اللون او في اختلاف؟ نبي ناخذ الجلنط حقه يا اخي لو في جلنط. هذا الثاني تقريبا، الثاني نفس اللون حقي بالضبط. هذا نفس اللون. ايه المركيز. العواكس ما ينفع اخذها تشليح تكون وصل. دقبوم دقبوم. ايه تذكرون هذا التشليح؟ احد المتابعين قال لي هذا التشليح حقهم بس ضيعت رقم جواله. نبغى كمبيوتر بوليسي تكفى ضبطنا بالسعر يا اخي. نبي كمبيوتر بوليسي 2001 من 98 لين 2002. ما شاء الله يا اخي، ما ادري كل ما جيت اشوفه مقفل، كله فوردات دوريات ما شاء الله.
او انا اجيهم بوقتهم قفلين. ما اشوف كله فردات ما شاء الله ما شاء الله كله فردات. ايه الفردات، الفردات نفس النوكيا، هي ما فشلت بس جاء اللي مطور اكثر منها، يعني فورد ما طورتها عشان كذا توقفت. اللي هو القوانين الأمريكية قالوا حق فورد يا تطورون السيارة يا توقفون تصنيعها، فقرروا يوقفون تصنيعها. إن شاء الله ترجع في المستقبل. أوه هذا السيارة اللي صورها مايستر، أو نسيت اسم قناته مايستر اللي في الجبيل خوينا بس نسيت اسم قناته، ما أعرف أقول اسم القناة. شوفوا الجموس كلها تشليح. اقتناء السيارات القديمة شيء حلو، لكن صار شيء كريه بعد ارتفاع سعر البنزين. صرت تكره السيارة القديمة. البنزين صار غالي، ناس تدور سيارة اللي توفر. بس حتى السيارات اللي توفر غالية، يعني لو بتشتري سيارة يعني يبي لك أقل شيء 40,000 عشان تشتري سيارة اقتصادية. هذا بعد فورد، وذا بعد فورد عائلي، وذا بعد مركيز لينكولن تاون كار. شوف التكاسي كلها مسقطة، لوحاتها كلها الانترات، يا ساتر كلهم تشليح. يحللون أبوها مشاوير، يمشونها نص مليون وبعدين يرمونها كلها في التشليح قطع غيار، بعدين يجيبون موديلات جديدة ونفس الحكاية نفس السي دي. عينك عينك على الكوابرس واللومينات. وفي فورد بينهم وكامري وجم سكادية. شوف فورد وفورد فوق بعض. شوف الصابونة بعد. أخيرا لقيت صنديد. شوف هذا مركيز، أخيرا لقيت صنديد في التشليح. صنديد غمارتين بس بدون حوض، نادر حصل صنديد حتى في التشليح. هذا ديناصور اسعاف موديل 2003، والله شكله ماكينته ديزل بس عليه لوحة، يعني ما ادري والله هذا تشليح او لا، لكن اخذت رقم التشليح. ان شاء الله ان ماكينته ديزل وتمام ويبيعها ان شاء الله. اتمنى والله يعطينا الماكينة. لا ترى ماكينة الدبل تاير لو اخذتها يكون افضل من ان اخذ ماكينة ديزل حق سنجل تاير، ممكن في اختلافات وزي كذا. يعني ما شاء الله ذا الفورد طلعت ماكينته ديزل كاملة ب9,000 ريال، الماكينة كاملة، يعني افك الكبوت واخذ كل شيء. يا رجال خلنا نشتري دبات تلوث عشان نشتري ماكينة، خل الماكينة بعدين بعدين. بس والله كل سيارات مصفحة هنا، مصفحات حقت بنوك، والله ينها شالت ملايين السيارات ذي، ملايين ملايين في النهاية في التشليح جالسة. حللوها توصيل فلوس بعدين رموها تشليح. شوف مصفح. بس والله ماكينة ذاك غالية، يعني لقيت واحد قال لي 6,500. شوف ذا عداد بعد، هذا ديزل 2009 مصفح ديزل، قال الماكينة كاملة بجميع أغراضها 9,000. والله كثير يا رجال. يا أخي ما أدري، واحد جايكم على مركيز تقول له 9,000 ليش يعني؟ يعني ليش تنحش الزبون منك؟ عطى سعر يرضى فيه يا أخي. بعد ما ركبنا الحساس، الشيء الوحيد اللي يخلينا نعرف إنه شغال زين أو لا، ما في إلا ورشة مشاري كراج الشاطري الرياض الداري. دائري مخرج 18، حي الله مشاري. اخبار علوم هذا مشاري ضبطنا ويضبطكم يا شباب، الله يسعدك يا مشاري. طبعا ورشته في الرياض اللي يسألون، متعودين اني في الدمام، انا خلاص في الرياض يا شباب، ورشه في الرياض هذه الورشه. بعد ما شفنا الاكواد والدنيا، ايش قلت لي يا مشاري ايش فيه؟ الحساس مضبوط اللي ركبته الحمد لله، ظلمنا التشليح الصراحه. بس عندك بس باقي حساسات اكسجين وليفاب. يعني حساسين. ايه الاول كان عندك القربة مضبوطة الحين. الحمد لله. طبعا يا شباب طلعنا الكود
وطلعت المشكلة مو في الحساس، الحساس طلع تمام الحين، بس في مشكلة ثانية. شوفوا ما شاء الله الشغل المرتب، كمبيوتر وبعدين بحث جوجل، هذا المشكلة اللي موجودة حاليا. هذا ما يعرف يبحث جوجل، ناس عجيبة ترى. شكرا إلى أخوي مشاري صاحب ورشة الشاطري لصيانة السيارات في الرياض، شاف لنا المشكلة والحمد لله طلع فلتر الهواء الحساس حق اللي غيرته من التشليح طلع تمام، بس المشكلة في التانكي، في أشياء والله ما أعرفه، هو تكلم لي عنها قال لي احتمال من الليات أو من البلف أو يعني يتكلم عن أشياء صراحة جديدة علي ما أعرفها، يعني ممكن أنتوا بعضكم أشطر مني في الموضوع اللي اشتغلوا ميكانيكا وكهرباء، فما أدري إيش المشكلة، بس قال لي أنت لازم تكنسل الشكمال اللي أنت مسويه دام أنك تستخدم السيارة بشكل يومي. لقيت الزبون يشتري طبعا ببيعه ب800 ريال، وإذا أحد بيزود الشكمال للبيع، يعني جاتني سومة 800، طبعا الشكمان من الهدرز لين الدبة، هذا اللي عنده فورد وما يستخدمه استخدام يومي مثلي بشكل يومي يومي، السيارة تصرف، فقال لي ضروري ترجع شكمال وكالة مع دبة رصاص وتحل مشكلة الطرمبة اللي هو البلف، أو تكلم عن أشياء صراحة ما عرفتها، بس قال لي احنا راتبك ما عليك، بس انت خلص شغلك في التظليل، ان عندي شحنات ابي اشحنها، وان شاء الله ان السيارة ترجع صرفيتها زي الوكالة، لان التفتفة باقي موجودة، بس حلينا بعض المشاكل وصارت يعني زي شو اسمه، يعني صارت التفتفة اقل، يعني اول كانت تفتفة مرة قوية، الحين صارت اقل، فان شاء الله راح نرجع الورشة ونكمل باقي الاجراءات حقت حل صرفية السيارة وحل مشكلة التفتفة ونخلي السيارة صافية 100%. كذا وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وهذه هي الصناعية حقت الدائري مخرج 18، لو كتبتوا في جوجل ماب ورشة الشاطر لصيانة السيارات تقدرون تجوا الورشة. يا شباب خلكم صادقين معاي، السيارة ذي شبهة؟ اعطوني اي او لا، السيارة ذي شبهة ولا ايش؟ ابي جواب، السيارة ذي شبهة ولا لا؟ يا اخي طول عمري اوصل تظاليل بالفيجو ويخلوني الناس اجي عند بيتهم، من بديت اوصل تظاليل على المركز، تعال عند المسجد، تعال عند البقالة، تعال عند المطعم، ما حد يخليني اجي عند بيتهم. مسكين المركز. مسكين المركز، والله حرام عليكم يا جماعة، حرام عليكم، ولا واحد خلاني اجي عند بيتهم. ويبي بنزين بعد عمري، والله يا بعد عمري انت يا المركز، يا بعد عمري.